محمد رسول الله وإننا نطالب جميع المسلمين بأن يقاطعوا جميع المنتجات الدنماركية والنرويجية بسبب هذا العمل الذي قامت به بعض الصحف الدنماركية. تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي إن مطالبة حماس بإلغاء ميثاقها فإن على المسلمين في العالم أن يتابعوا تحركهم ضد الإساءة إلى شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ليعلم العالم أن هذه المسألة لا تمثل تفصيلاً من تفاصيل حرية التعبير بل هي حرب على الأمة الإسلامية في مقدساتها.